متابعينا ومشاهدينا من ملعب استاديو بيرانيو الذي يقع في بورتو أليجري البرازيلية. تحية حارة لكم أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي روف خليف للتعليق على مباراة اليوم. كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف. كانت رائعة.
بذلك وعليهم المحافظة على هذا المستوى في الشوط الثاني. النتيجة 0-0 ونأمل أعزائي المشاهدين في مشاهدة مزيد من الأهداف. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. لكن اللمسة الأخيرة كانت مخيبة للأمال. كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته أن يسجل، ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق، صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق، إنه كالشوكة. تدخل ممتاز وسليم بدون أخطاء. نرى اللاعب بجوار خط التماس ويستعد للدخول. سيتم التبديل في الحال. تكسب مباراة في هذه الصورة، من الضرورة نقل الكرة إلى الأمام في خط الخطورة. تدخل بصفة سليمة وبكل القوة. أرى تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حاله.
di subscribe, like, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.